هذه المادة مع هذه الموجة الثالثة لانتشار فيروس كورونا، الحكومة تعبئ كل الجهود الموجودة اليوم وكل الطاقات لتكثيف إنتاج الأكسجين، عدة مصانع فتحت كذلك لتعزيز إنتاج هذه المادة، فيه كذلك توجه بعد هذه الحملات التضامنية وكذلك من طرف وزارة الصحة لاقتناء محطات لتوليد الأكسجين. هل بكل باستغلال كل هذه الطاقات نقدر نقول أنه راحين لتوفير الأكسجين حتى إذا ما تفاقم الوضع الصحي مستقبلا؟ حقيقة يعني الحكومة جندت كل الطاقات تاع إنتاج الأكسجين، ما يخلقونش باللي كان الإنتاج كان ب 200 ألف لتر في اليوم وصعد حتى ل 430 ألف لتر يوميا، ولكن هذا غير كافي لأن كاين لوجيستيك يعني اللي لازم تكون واجدة، وهذا الموجة هذه اللي قاستنا في الجزائر قاستنا مفاجأة يعني خلات يعني بعض المنشآت يعني تاع الأكسجين في المستشفيات اللي غير يعني تعمل ما تعملش كما لازم، ولكن القرارات اللي اتخذت يعني في هذا الأسبوع هذا اللي فات من طرف الحكومة ومن طرف وزارة الصناعة الصيدلانية وحملات تضامن ربما إن شاء الله تقضي على هذا الأزمة تاع الأكسجين اللي عندها يعني خطورة كبيرة يعني على صحة المواطن. كذلك هي فرصة، هذه الأزمة الصحية فرصة كذلك لبعث مشاريع التي كانت متوقفة ومتعثرة خصوصا المتعلقة بالمجمع العمومي صيدال. تعتقد أنه كذلك ما لازمش نفوتوا هذه الفرصة لتوسيع هذه الاستثمارات في القطاع؟ لا، هي حقيقة الاستثمارات يعني هذه على المدى القصير أو المدى المتوسط ولا طويل كان استثمارات، كان مشاريع اللي راه موجودة في الجزائر وباش تدخل إن شاء الله في العمل، ولكن كان حالة استعجالية للآن يعني ما يخفاكمش باللي صيدال راح تنتج راهي في طريق انتاج اللقاح الصيني واللقاح الصيني سينوفاك، وانا نقول باللي الموعد اللي درته اللي خططته وزاره الصناعه في سبتمبر نكونوا في الموعد ان شاء الله وين يكون انتاج تاع اكثر من زوج ملايين جرعه تاع اللقاح. هذه يعني، ولكن المشاريع الصناعه الصيدليه راهي دارت خطوات كبيره والمشاريع يدخلوا في الانتاج ان شاء الله. حتى من بين القرارات كذلك الوزير الاول طالب بوضع منصه رقميه موجهه لاستشراف حاجيات السوق الوطنيه من الادويه. شوف انه هذا القرار كذلك كفيل بوضع حد للتذبذب في التزود ببعض الادويه في السوق الوطني. هي شوف كاين وزاره الصناعه الصيدليه دارت منصه رقميه وكاين تنسق يعني بين المنتجين والموزعين والصيادله من خلال النقابه نتاعنا، كاين لنا اجتماعات مع السيد وزير الصناعه الصيدلانيه وعده قرارات اتخذت، وكان لنا يوم الاربعاء الاسبوع هذا اللي فات كان لنا اجتماع في الفيدراليه الجزائريه للدواء وين بعض القرارات اتخذت. ما بين القرارات هذو كاين يعني المخزون حاليا يعني اولا فيما يخص الانتاج يكون طاقم اللي يخدم كما نقولوا لا الطواقم يعني اللي يخدموا 24 ساعه ل 24 ساعه فيما يخص الادويه اللي تدخل في بروتوكول العلاج تاع الكوفيد 19. هذه القرار الاول. القرار الثاني يكون كل المخزون يكون ان شاء الله يعني يخرج من 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 المخابر ويخرج من عند الموزعين باش السوق يكون فيه يعني تضامن ويكون فيه توفير الادويه اللي تدخل فيها العلاج تاع الكوفيد 19. وحنا نطلب كذلك ونداء من خلال الكومينيكي هذه اللي دارته الفيدراليه الجزائريه تاع الدواء، طلبنا من المواطنين ما لازمش يشتريوا هذه الادويه ويخزنوهم في وحتى فيه من طالب كمقترح عدم بيع الصيادله للدواء للمواطنين بدون ربما استشاره من الطبيب وبدون وصفه ومتابعه طبيه.
هذه على كل حال يعني القانون تاع الصيدليات يعني ما يسمحش باش يكون بيع نوع تاع الادويه يكون بيع بدون وصفه. ولكن حنا نشوفوا هذه الظاهره هذه الى الاسف يعني اللي موجوده من طرف كذلك من طرف المواطنين اللي المخزون ربما ما نقدروش نديروا احصائيات للمخزون اللي كاين في المنازل يعني راه ماهوش ما لازمش يكون خاطر كاين بعض المرضى اللي ربما يروح باش يقتني هذا الدواء ما يصيبوش ما يلقاهش. ولكن احنا نطمنوا كذلك للسوق نطمنوا المواطنين باللي كل هذه الادويه الانتيبيوتيك ضد الحيويات فيما يخص الادويه نتاع تخثر الدم اللوفينوكس والبارينوكس يكونوا ان شاء الله موجودين في جميع الصيدليات في الاسبوع الجاي ان شاء الله القادم. ويكون كذلك يعني كنت صرحت باللي يكون الانتاج يكون فيها يعني ان اوغمونتاسيون تاع الانتاج فيما يخص هذا النوع تاع الادويه. ممتاز. طيب هذه الندره في بعض الادويه اللي ذكرتها اليوم هل هو راجع اساسا الى هذا الاستهلاك الواسع مع اعداد المصابين بكوفيد ام فيه حدث نوع من التذبذب كذلك في الانتاج؟ كاين شوف هي الموجه هذه قاست يعني فيما يخص استهلاك هذا الادويه هذه ما كانش يعني بكري لازم انتاج كبير او استهلاك اللي راه طالع. ولكن مفاجاه يعني هذا الموجه هذه ولات تثبت يعني تذبذب في السوق. احنا الجزائر الحمد لله عندها عام ونص ملي المخزون نتاع المواد الاوليه اللي تدخل في تركيب الادويه هذه موجود ومازال مخزون نتاع اكثر من عام كامل نتاع المواد نتاع اللي تدخل في تركيب الادويه ضد الكوفيد 19. خاطر ما يخفاكش باللي كاين كذلك تذبذب يعني في السوق فيما يخص المواد هذو اللي ربما المنتجين الاصليين هما الصين او الهند اللي فيها تذبذب في السوق كذلك. احنا الحمد لله في الجزائر كاين مخزون موجود. طيب هل اليوم بتجنيد كل هذه الطاقات على الاقل نتفاداو مستقبلا هذا التذبذب في بعض الادويه وتكون هذه الادويه اساسا اللي تدخل في بروتوكول علاج ضد كوفيد تكون كافيه في السوق الوطنيه؟ انا نقول باللي تكون كافيه حسب القرارات اللي اتخذنا احنا اللي مع وزاره الصناعه الصيدليه وفي اطار الفيدراليه الجزائريه تاع الدواء الاجراءات هذو القرارات اللي خذيناهم يكفي باش يلبيوا الاحتياجات تاع السوق الوطني فيما يخص الادويه اللي يدخلوا في البروتوكول تاع كوفيد 19. هذه يعني ما فيهش مانع ما كان حتى يعني حاجز اللي راه يمنعنا ويزيد في الازمه. ولكن نرجع دائما للروح يعني تاع المسؤوليه تاع المواطن ما لازمش يروح في الصيدليه ويطلب كما نقولوا 5 علب او 10 علب تاع دواء الباراسيتامول. هذا ماهوش تصرف يعني اللي يسمح باش السوق يكون يعني متوازن ويكون يعني هدوء في السوق. شكرا لك على كل هذه الايضاحات رحم شفيق نائب رئيس نقابه الصيادله الخواص كنت معنا عبر الهاتف. الان مشاهدينا الى اخبارنا الاقتصاديه.